الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انتهت النجوم أوشك أن تجل الهدار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخواني المكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن مما يسرني ويزيدني حلاوة وطلاوة ويملأ فؤادي حماسة وعاطفة ويبعثني على شكر إخواني الأعزة أن أتيحت لي هذه الفرصة السعيدة التي أعتبرها من أسر الساعات وأسعدها، والتي استطعت فيها أقوم أمام حضراتكم السامية إن أجركم إلا على رب العالمين، وهو لا يضيع أجر المحسنين. فالآن أريد أن ألقي أمام حضراتكم كلمة موجزة حول موضوع فضل العلم وأهله. يا معشر الطلاب، إنكم تعرفون جيدا أن العلم هو نور وهدى، وأن الجهل ظلمة وضلال، وأن العلماء ورثة الأنبياء، ما ورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم، وأن العلم رفعة وعز وكرامة في الدنيا والآخرة. تكبير. نعرہ تکبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، میرے طریقت قاری بشیر احمد صاحب، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم، فإن الله عز وجل تفضل على الناس ببعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليخرج الأميين من أميتهم، لا لأن يبقوا كما كانوا أميين. قال الله تعالى عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أيها الطلبة الأعزة، سيروا في الأرض وانظروا إلى آثار العلماء الربانيين ومآثرهم ومفاخرهم وأعمالهم المجيدة، لم تزل تحظي في سفر التاريخ أروع صفحة وأزهاها إلى يومنا هذا طوال الشهور والسنين. آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وذكرهم مرفوع وسعيهم مشكور. نعم أيها الإخوة، تعلموا فإن العلم لله، وطلبه عبادا، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقا، وبذله لأهله قربا، وهو الأنيس في الوحشام والصاحب في الغرب والصاحب في القربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والزراء والسلام على الأعداء والزين عند الأخلاء والسلام على الأعداء والزين عند الأخلاء ويلهمه الأعداء ويكرمه الأشقياء، وتفكرا فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. هذا وأمي خطبة هذه بأشعار تالية: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاتل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.